أنت طلبت النور، طلبت الإرشاد من العزيز الحكيم في لحظات الوحدة والحزن، والرحمن الرحيم يرسل لك معلم عزيزي، يرسل لك معلم، شوف، يرسل لك معلم هذا العام، معلم سيجعلك ترى قوس قزح في سماء حياتك، قوس قزح خالد. قوس قزح كان دائما يزين سماءك، لكنه كان غير مرئي، يعني كان انفيزيبل. لماذا؟ لأن سحاب استسلامك وسحاب الطاقة، طاقة الحزن والطاقة، يعني الطاقة السلبية، كانت تحجب هذا قوس، هذا قوس قزح، هذا القوس قوس قزح. تفهمون؟ إذا، وهذا المعلم عزيزي برج الحمل قد يكون شخص يصل إلى حياتك هذا العام، وهذا الشخص صدقني روح طاهرة، تثق فيه، وطاقته إيجابية وروحانيته عالية، وسترتاح، سترتاح مع هذا الشخص الجميل. قد يكون هذا المعلم عزيزي برج الحمل كذلك قد يكون كتاب مهم، سيجعلك تنظف عقلك وسيجعلك تتحرر من السلبيات الفكرية. واخا يعني هذا الكتاب غادي يسمح لكم، غادي دير واحد النيتواياج مونتال، واخا يعني ستملؤون العقل بكل ما هو إيجابي، ويعني ستضيفون، كيف أشرح، ستضيفون واحد لمسة روحية وإيجابية عجيبة بفضل هذا المعلم الذي سيصل إلى حياتك هذا العام إن شاء الله. قد يكون كتاب، قد يكون شخص مهم في حياتك. واخا واصل في هذا العام عزيزي، بفضل هذه الـ يعني هذا التنظيف العقلي، هذا التنظيف الفكري، هذا سيكون عام التشافي، ستشفى وستعافى نفسيا وروحيا وذاتيا إن شاء الله يا ربي الحبيب. يعني هذا التغيير الداخلي جميل، جميل بزاف، هذا الجمال الداخلي الذي ستعيشه هذا العام عزيزي برج الحمل غادي سينعكس على شكلك الخارجي، ستكونين غزالة جميلة، يعني وجهك سبحان الله سيتغير من بفضل هذا السلام الداخلي. نعم، قد يكون المعلم كذلك هو أنت، يعني هذا التغيير كذلك سيخلق، يعني ستصبح معلم روحاني أنت، واخا، وستعلم لحياتك كيف يجب أن تعيش بإيجابية وسلام إلى آخره، واخا. الله، قراءة جميلة بزاف عزيزي. قلنا أن بفضل هذه الإيجابية هذا سينعكس على الشكل ديالك الخارجي، واخا، يعني ستكون نظراتك صافية وابتسامة صادقة، ستكونين حبيبتي جميلة أكثر جمالا، الله غادي يزيدك جمالا، وأنت عزيزي كذلك، يعني سيكون وجهك مرتاح وفيه نوع من الصفاء الملائكي، تفهمون؟ واو. وكذلك عزيزي أراك هذا العام أنت متسامح، صبور، متواضع، وبفضل هذا السلام الداخلي أو هذا المعلم، ماذا سيحدث لك إضافة إلى كل ما قلت لكم؟ دابا غادي نقول لكم، سأقول لكم المزيد. بالنسبة للجانب المادي، أنا دائما أركز فيما هو روحاني وعاطفي، لكن أعرف أن البعض منكم كذلك يريد معرفة يعني عن الجانب المادي، وأنا سأتكلم كذلك عن الجانب المادي. عزيزي برج الحمل، يرزقك الرزاق الرحمن الغني بغزارة مالية، غزارة مالية، لكن أراك تعمل عمل تحبه وتربح مبلغ بسيط. نعم، أنت تعمل وستعمل هذا العام، ستعمل كثير، وأنت يعني أنت تشكر الله وأنت كونتون، فوزيت توجور كونتون، يعني سعيد بهذا العمل، مبلغ بسيط لكن هذا المبلغ سيرتفع،
واخا هذا العام، إضافة إلى أن شخص أو لا ماشي شخص ستصلك هدية مالية هذا العام، لكن هدية مالية مهمة. وبما أنك أنت عزيزي برج الحمل، الله كان كريم معك، فأنت كذلك هذا العام ستكون كريم لك، لأنك الحمد لله شبعان، الله يملأ يديك بالمال، نعم، وأنت كريم وتسعد الآخرين، تساعد الآخرين وتسعد الآخرين. واخا تبارك الله عليكم، أنا سعيدة بوجود قلوب مليئة بالحسن والرحمة مثل هذه القلوب الطاهرة والأرواح الجميلة الموجودة في هذه معي، أنتم معي رغم أني لا أراكم لكن أرى أرواحكم. عزيزي برج الحمل، عزيزي عزيزتي، كوني، كن إيجابي أرجوك، فستحصل لك أشياء عجيبة هذا العام، النجاح، هناك نجاح مضمون هذا العام. كن إيجابي، اسمح لتيارات السماء الإيجابية الدخول لحياتك. واخا إذا كنت بالنسبة لمن يدرس، يعني مهم لمن يريد أن يكون، لا أدري تريدين أن تكوني طبيبة عزيزتي، ستكونين طبيبة. تريد أن تكون محامي أو قاضي، ستكون محامي وقاضي. تريد أن تكون لاعب كرة مشهور، ستكون، ستصير. تريد أن تكوني، لا أدري، مغنية، ممثلة، ستكونين، أو ممثل أو مغني. كل ما عليك هو أن تكون إيجابي وأن تكون ممتن للرحمن، فالرحمن كريم معك ومعي ومع الكل، الله يحبنا، الله جميل جميل، إنه طاقة الحب لا يمكنني حتى وصفه، لا يمكنني، لأني يعني ما أشعر به تجاه خالقي الرحمن الرحيم، يعني الكلمات شيء، يعني ليس لها ضعيفة، ضعيفة لكي أصف لكم يعني طاقة الرحمن الجميلة. وأنتم كذلك أرواح جميلة، أنتم كذلك يمكنكم أن تتصلوا يعني روحيا مع خالقنا، مع الرحمن، ولن تجدوا الكلمات لتصفوا حب الرحمن اتجاهنا، حب الرحمن لنا. واخا مهم، سأترك روحي لأن الآن أتكلم عني. قلت يجب أن تكون ممتن للرحمن، ليس فقط للرحمن بل لوالديك، نعم، لأمك، لأبيك، لأخيك، لجارك العزيز، لكل من يحبك، لإيمان كذلك، فإيمان تحبك. واخا يجب أن نشكر الله والكون، لأن كل ما لدينا في العالم هو بفضل الكون، الله هو من خلق والديك وإخواتك وجيرانك وكل ما حولك والأشجار والهواء الذي تتنفسه. واخا لذلك يجب أن نشكر الخالق، فقط يكفي أننا موجودين في هذا العالم، فهذا يعني سيتون غازو لنشكر الله، يكفي لنكون في هذا العالم لنشكر الله، تفهمون؟ يجب أن نكون قنوعين ونشكر الله ونقدر مدى حب الله لنا. واصل أمس أتكلم عن الحب. واخا بالنسبة للحب عزيزي برج الحمل، أراك ربما تهرب من الحب، لكن الحب يطاردك عزيزي، لا يمكنك الهروب من هذا الحب الجميل، هناك الكثير من الحب، ليس فقط حب الرحمن، هناك حب شخص مهم في حياتك، دابا نشرح لكم. أنت تهرب من الحب لكن الحب يطاردك عزيزي، لكن أنت في الحقيقة لا تهرب من الحب، أنت في الحقيقة تطرد كما وصفت في البداية، يعني تطرد الطاقة السلبية،
تطرد يعني من قلبك المعاناة والتفكير المستمر والمؤذي في الحبيب، وتوكلت على الله. وهذا الشعور الجميل يجذب ما ترغب، ما تريده حقا، لأن عقلك الباطني لا يرتاح. ورسمت في خيالك أحلامك، لكن أراك أنك أطلقت يعني تركت يعني طاقيا، نتكلم عن الروح وعن الطاقة، تركت الحبيب جانبا، تركته يرتاح بفضل هذا المعلم الذي بداخلك، أو هذا المعلم الذي سيصل إلى حياتك، وهذه النظافة الروحية الذاتية إلى آخره التي قمت بها أو ستقوم بها هذا العام إن شاء الله. إذن أنت الآن حينما تفكر في الحبيب كيف تفكر؟ تفكر بإيجابية، بفرحة، تعيش معه لقطات في عقلك كما لو كانت حقيقة. لا يعني لا تفكر فيه، هذا ما سيحدث لك هذا العام، يعني لا تفكر، لن تفكر فيه بالدموع ولا باليأس ولا بالحزن. وماذا سيحدث؟ هذا الحبيب، العدالة السمائية ستقوم بعملها. هذا الحبيب يريد أن يسعدك حبيبي، هذا الحبيب سيعود للبيت إذا كان زوجك، هذا الحبيب سيعود للبيت، وإذا لم يكن زوجك هذا الحبيب يريد العودة إلى حياتك، سيعود إلى حياتك، يريد أن يلتقي، نعم يريد السلام، يريد ملء حياتك بالسلام بالحب والسعادة. لكن عزيزي، هذا الكارت كتقول لي أن هناك سيصل حبيب حب جديد، أرى مغرم عاشق. بالنسبة للحبيب الأول، قد يكون برجه ناري أو هوائي، واخا، والحبيب الثاني قد يكون برجه ترابي، واخا، إذن نارية هوائية و نارية أسد قوس وحمل مثلك، هوائية ميزان دلو وجوزاء، وترابية جدي ثور وعذراء. هذه هي الأبراج التي أراها، وهنا حبيبين رجلين مهمين، أو جوج ديال النساء بالنسبة للرجال، تعرفون أنها قراءة للنساء والرجال. والحبيب الثاني قد يكون أصغر منك شوية، أو على الأقل أصغر منك روحيا، يعني فيه طاقته هي الفرح والبهجة، وخا، هذا ما تقوله الكارت. هناك شيء مهم غريب، أن الحبيب الجديد الذي سيصل، هذا المغرم وعاشق، ويريد حتى سيطلب منك حتى الزواج، الحبيب الثاني الذي برجه ربما ترابي، المهم رأيت ثلاثة ديال الطاقات، هوائي، قد يكون هو ترابي. نواصل، هذا الحبيب يريد حتى الزواج منك، والغريب في الأمر أن حبيبك الأول والحبيب الثاني عند أسماءهم متشابهة، أو فيها حروف يعني متشابهة. مثلا قد يكون حبيبك الأول حسن، اسمه حسن، والثاني حسين، الحسين، أو نعم حسين، أو قد يكون اسمه الأول أحمد والثاني محمد، أو طارق أو فاروق، يعني فيها حروف متشابهة، وهذا الحبيب دائما يعني يجعلك تفكر في الحبيب الآخر. وهذه عزيزي أو عزيزتي، نعم عزيزتي، لأن قلت أسماء ديال الذكور، هي رسالة سماوية، يعني كلاهما لديهما مشاعر حب نقية وحب عميق بجوج بهم، واخا، هذين الحبيبين مهمين جدا في حياتك، لكن أنت مشاعرك قوية أقوى على الحبيب الناري أو الهوائي، تفهمون؟ الله. كذلك بالنسبة للمطلقات، يعني البعض منكم إذا كان هنا في هذه القراءة
من يستمع إليه. إذا كانت يعني بالنسبة للمطلقات، عزيزي برج الحمل، أرى امرأة مطلقة من أكثر من 3 سنوات، نعم 3 سنوات أو أكثر، وهناك شخص مستعد لإعطائك أجمل ما لديه. هذا بالنسبة للمطلقات، واخا، وحتى الزواج هذا يريد كل شيء معك. إذا ألخص هذه القراءة عزيزي برج الحمل في هذه الكلمات المعروفة في كوسميك لوف، تعرفون ستصل إلى كل ما تريده، ستحقق كل أحلامك عزيزي برج الحمل. كيف يا إيمان؟ بالإيمان، بالإيجابية، بالتوكل على الله، بالروح النقية. أنا متأكدة أنكم كلكم أرواح نقية وعميقة وجميلة. إذا بالإيمان، أعيد، بالإيجابية، بالتوكل على الله، بالروح النقية التي وهبها الله لك ولنا ولكم، ستجذب هذا العام إن شاء الله 2020، وصدقوني ستجذبون النجاح، الحب، حبيب الروح، وشريك حياتك، واخا، حتى زواج، حتى الزواج، البعض منكم، البعض منكم حتى الزواج أو عودة زوج، واخا، لأن هذه هي كرت المنزل، يعني والمنزل يتكلم عن الزواج. إذا عزيزي، لتحقيق أهدافك يا عزيزي يا عزيزتي، أنت ستحقق أهداف، كما قلت، أهداف رائعة وعجيبة. كيف؟ يجب أن تمشي خطوة بخطوة، كما يقول في المغرب، قطرة 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 حتى يحمل الواد، يعني بو بو لوازو في، لا ماشي يعني قطرة قطرة حتى يحمل الواد، ومثل آخر بالفرنسية يقول بو بو لوازو في سوني، يعني شيئا فشيئا العصفور أو الطائر يبني عشه. إذا كنت تريد أن تصعد منحدرات شديدة الانحدار، فمن الضروري أن تمشي ببطء، يعني غير بشوية، ببطء في البداية، لأن البداية دائما تكون صعبة، وهذا كلام شكسبير عزيزي برج الحمل. في البداية تكون البداية يعني بطيئة، لأنها تكون صعبة، يعني أن تصعد المنحدرات، وخا، لكن النهاية تكون دائما النجاح. والآن غادي نهز كلمة، أو لا أدري، أو جملة قصيرة، لنرى ماذا ستقول لنا السماء. أعتبرها رسالة سماوية أو كلمة، لا أدري.